السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق أبو زاهر في كورس CSS. إن شاء الله النهاردة نشرح ما هي CSS وما هي لغة CSS. CSS بنستخدمها مع لغة ال HTML، اللي لأن بنعمل بها الشكل الجمالي للأكواد أو الرموز الخاصة بال HTML. أنت حضرتك عندك بيت عملت له الهيكل بتاعه، فبتحاول عاوز إيه تجمله، بتجمله بإيه؟ انك انت بتحط له الشبابيك، البيبان، بتدهنه، فادي الطريقه اللي بنزين بيها. طب سي اس اس بنستخدمها برضك ايضا في التنسيقات الداخل الايه الصفحه او الموقع، بتحط الرموز، بتحط الفونت، بتحط السايز بتاعتها. ازاي بننشئها؟ هنيجي اول حاجه بنروح عند الملف اللي عاملين فيه الاتش تي ام ال، بننشئ ملف السي اس اس. اول حاجه بنعمل نيو تكست، بنيجي نسميه برضك اندكس، ونلاحظ اهم حاجة لازم نسميه الامتداد بتاعه CSS، وندوس انتر وندوس يس زي ما حضراتكم انتوا شايفين. انا فاتح هنا البرنامج الفيجوال استوديو كود على ال HTML. طب انا دلوقتي عاوز اربط ال HTML، الصفحة بتاعت ال HTML بال CSS، بعمل ايه؟ باجي هنا في الهيد واكتب لينك. وحضراتكم ده ما نكتبهاش غير مره واحده فقط لا غير. وهنا نيجي نكتب ايه الامتداد بتاع السي اس اس، الملف بتاع السي اس اس. بنيجي نكتب، احنا حافظينه بنفس الملف اندكس، شوف ظهر حضراتكم على طول عندنا الملف بتاع اتش تي ام ال وسي اس اس، بنختاره كده هو موجود معانا. دي الطريقه الاولى ان احنا دلوقتي ربطناه. في طريقه تانية ودي برضك نوضحها لكم، بنيجي نضغط كليك يمين وبنوز، ومن خلال فيجوال ستوديو كود بنضغط عليها، حضراتكم اديكم انتوا شايفين. فادي الطريقتين اللي بنكتب من خلالها ايه الطريقه بتاعت السي اس اس ونربطها بالملف بتاع الاتش تي ام ال. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.